عامر طمني، ايه اللي حصل؟ تامر رايح فين؟ عايز انام. عايز ايه؟ عايز ايه يا نريمان؟ عايز ايه؟ انا شايفه ان انت ما عندكش دم، مجرجر باباك في اللسان طول الليل وعايز تنام؟ بقول لك انا طالع انام، انا مش فايق لي. رد حضرتك كويس. وحكايه البنت دي حنين؟ بقول لكم اي حد هيتكلم معايا كلمه كمان همشي واسيب لكم البيت. مالك عينت بجع حكم؟ عامر ليه يا بابا؟ ليه؟ البيه متقدم فيه بلاغ انه خاطب بنت؟ كنت تعرفيها؟ ابدا ما غير رايه ابدا. انا بالمكتب. ماشي. صباح الخير كريم. ماشي. صباح النور. في ايه بقى؟ في ايه؟ في ايه؟ انتوا كنتوا اتخانقتوا اخر مره وكنتوا خلاص هتضربوا بعض. طيب شفته بالاسانسير واعتذر مني وصلحنا. اياد بيحبك. شو عم تقول يا كريم؟ يا سلام، واضح انك عارفه اصلا. طب ما اتاخرت شويه ليه؟ شكلك مش نايم اصلا. انت بتقولي فيها؟ احنا لسه خارجين من القسم الفجر. طيب وهو الموضوع ده يهمها قوي؟ الولد ده يعني قريبها؟ لا مش قريبها، هو اخو صاحبتها نريمان، عارفاها اللي بتجيلها هنا دي. اه عارفاها. طب هو الولد ده عمل ايه اصلا؟ والله هو الولد مش عايز يتكلم، انا خايف بس يكون الولد قتلها ولا حاجه. وبعدين عمة البنت مش عايزه تقدم بلاغ في تامر، وعايز اقول لك ان الموضوع ده لو في حاجه خطيره هو اول واحد هيروح في ده. صباح الخير. صباح النور يا فندم. أنا نريمان قالت لي على اللي صار، 10 دقايق وبيك تيجي المكتب تشرح لي التفاصيل. حاضر يا فندم. تامر انا هوصلك. لا انا هاخد تاكسي. تعالى معايا يا تامر عشان يومك يعدي على خير. قولي ايه حوار حنين ده؟ ليه مش عايز اتكلم؟ عشان مفيش حاجه اقولها يا نريمان. سكوتك ده ما ينفعش يا تامر، انا عايز اساعدك، انت كده بتودي نفسك في داهيه. طب قولي هي كويسه؟ حنين كويسه. يعني انت تعرف هي فين؟ لا. طيب تعرف منها كويسة يا تامر؟ كده يبقى في حاجة. اسمع يا تامر، أنا أختك ومهما حصل أنت لازم تحكي لي، فهمني إيه اللي حصل. بصي يا نريمان، أنا مش هتكلم عشان يا ستي أنا مش عايز أتكلم. سلام. مثل ما انتم عارفين في الآونة الأخيرة تعرضنا إلى هزات مالية أثرت فينا وشركتنا، خصوصا بعد ما انسحبوا أهم شركات كنا نتعامل معاهم. للأسف تعرضنا لخسارة، والخسارة هذه راح تستمر معانا لفترة من الزمن لغاية إن شاء الله ما نتعافى ونقدر نرجع نوقف على عيوننا مرة ثانية. في نقطة ثانية أنا ودي تطلعون عليها. تعرفين إن السيدة شيماء سابت الشركة وأصبح منصب المدير العام فاضي يعني. فقدامي خيارين، إما إني أستعين مدير عام من خارج الشركة أو إني أشوف
اللي موجودين عندي في الشركة. صراحة بعد تفكير لقيت انه شركة فيها من الكفاءات وفيها من القدرات اللي تسد هذا المنصب. وقع اختياري على شخص اعتقد كلكم تكلون المعزة والمحبة والتقدير، اللي هو الأستاذ راشد. أنا طال عمرك؟ إي نعم أنت يا راشد. أنت شخص خدمت هذه الشركة سنين طويلة، وأعتقد أنك كفء أنك تسد هذا المنصب وتمتلك من الخبرة والدراية بما فيه الكفاية. تسلم، تسلم على ثقتك هذه طال عمرك، تسلم. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا أستاذ راشد، ألف مبروك. شكراً.